مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونطالع في صحافة اليوم. الحل السياسي في ليبيا بين الفرص والتحديات. جيران ليبيا ينقسمون بشأن وضعها المعقد. الواقع الليبي يفرض تحديات على النخبة السياسية. نناقش هذه الموضوعات وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من بروكسل، مدير معهد الدراسات العليا في بروكسل محمد بدي ابنو. دكتور ابنو، اهلا بك. اهلا وسهلا. لا تفتأ الصحافة الغربية والعربية تفتش في خيارات العالم في التعامل مع الملف الليبي، وتذهب صحف عدة ومراقبون وسياسيون إلى أن التدخل العسكري لا يمكن أن يكون جزءا من حل الصراع القائم، وأن الحوار السياسي وحده القادر على تغيير الوضع. قال موقع ميدليست آي إن الإشكالية الأولى التي ستتعرض مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون هي كيفية إقناع أطراف الصراع في ليبيا إلى الجلوس لطاولة واحدة، خاصة في ظل رفض كل طرف الاعتراف بحكومة الآخر. والإشكالية الكبرى هي دعوة الكتائب المسلحة للمحادثات. ونقل عن مصادر أنه طبقاً لمبادرة ليون أن تتولى لجنة صياغة الدستور المهمة التشريعية، ولكن مثل هذه الخطوة تتجاوز صلاحياتها، ومن المرجح أن تنهار تحت الطعن القانوني لدى المحكمة الدستورية العليا. ولكن حتى فكرة وقف إطلاق النار لها أبعاد سياسية.